السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائنا الكرام، طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في الفيديو الثاني من فيديو مراجعة ليلة الامتحان. إن شاء الله هنراجع دلوقتي على سؤال المواقف situations. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير علشان كل أصدقائك يستفيدوا، واللي ما اشتركش معانا يشترك ويفعل الجرس علشان يتابعنا باستمرار. يلا نبدأ على طول في المواقف. أولا الموقف عندنا stimulus يعني الموقف، وهنا expression يعني التعبير المستخدم في التعبير عن الموقف ده. هنقول مثلا أول حاجة asking for recommendations يعني اللي طلب توصيات من شخص. انت بتطلب توصية من شخص، هتقول له what do you suggest، what do you suggest، وبعدين تقول الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. مثال what do you suggest to we do to be better in English، ماذا تقترح ان نفعل لكي نكون افضل في اللغة الانجليزية. عندنا بعد كده giving recommendations، حد سألك وانت محتاج تديه توصيات، هتقول له I recommend. I recommend يجي وراها اسم، زي مثلا هنقول I recommend this program. طيب يجي وراها فعل مضافا ل ing لما تقول I recommend watching this program. ممكن يجي وراها في جملة كاملة، هتقول I recommend you watch this program. طيب الرد عليها هيكون yes that's a good idea، هذه فكرة طيبة. طيب عندنا بعد كده asking about feelings، السؤال عن المشاعر. لما تيجي تسأل حد هتقول له how do you feel أو how did you feel. طبعا لو السؤال في الزمن الحاضر بتسأله عن شعوره حاليا يبقى how do you feel. طيب شعوره في الماضي هتقول له how did you feel when، وبعدين تذكر الموقف. طيب مثال how did you feel when علي passed his exams، كيف شعرت عندما اجتاز علي امتحاناته. طيب للرد بقى هيبقى expressing feelings، التعبير عن المشاعر، هتقول ايه I feel، ده لو في زمن المضارع، نفيها I don't feel يعني شعرت ولم أشعر. طيب لو في الماضي هتقول I felt ونفيها I didn't feel، وبعدين تحط وراهم الصفة. مثال هتقول I feel happy أو I felt happy يعني أشعر بالسعادة أو شعرت بالسعادة، ده بالنسبة للتعبير عن مشاعرك. عندنا بعد كده كمان using sequencing words يعني استخدام كلمات التسلسل في وصف شيء أو في وصف فعل معين، هتقول أولا first of all، ثم يعني إيه next، بعد ذلك afterwards، بعد يعني after، قبل before، at يعني في. هتستخدمهم إزاي؟ هتقول مثلا first of all we clean our house يعني أولا ننظف منزلنا، next we decorate it ثانيا أو بعد ذلك نزينه، afterwards we can watch TV يعني بعد ذلك نستطيع مشاهدة التلفزيون. يبقى احنا كده استخدمنا sequencing words اللي هي واضحة قدام حضراتكم دي. عندنا بعد كده expressing certainty يعني التعبير عن التأكد. لما تيجي تعبر عن تأكدك من حاجة هتقول I'm sure يعني أنا متأكد، بعدها الفاعل، لو الفعل ده مفرد يبقى is، لو الفعل جمع يبقى ايه are، معناها انا متأكد. طيب ممكن تقول كمان must be، الفعل ده must be انه عمل كذا، لابد وانه او من المؤكد انه. طيب ممكن نستخدم can't be لو انا متأكدة ان الحدث ده مستحيل، اقول he can't be يبقى الفاعل زائد can't be. نشوف امثلة، I'm sure Mona will pass the exams، متأكدة ان منى ستجتاز الامتحانات. طيب ليلى must be at home، لابد وانها او من المؤكد انها في المنزل، her car is in front of her house، سيارتها امام المنزل. طيب ساره can't be a teacher، she works at a hospital، هي بتعمل في مستشفى، يبقى هي لا يمكن او من المستحيل ان تكون مدرسة، هي بتعمل في مستشفى. ده بالنسبة للتعبير عن certainty يعني التأكد، هتقول I'm sure، هتقول must be قبلها الفاعل، هتقول can't be قبلها الفاعل. عندنا بعد كده expressing uncertainty، انا غير متأكد مش واثق يعني ربما، هتقول might be او perhaps يعني ربما، او هتقول I'm not sure يعني انا غير متأكد،
لست متأكد من هذا الشيء. طيب نشوف أمثلة. I'm not sure عمر is the owner of the car. لست متأكد أن عمر هو مالك السيارة. طيب نستخدم might be، هنقول عمر might be the owner of the car، يعني ربما يكون هو مالك السيارة. ممكن نقول كمان perhaps، يعني ربما عمر will be the owner of the car. شفنا التركيب perhaps بيجي وراها الفاعل، بعدها will زائد الفعل ايه في المصدر، might بيجي قبلها الفاعل might be، وبعدين نكمل الجملة زي ما هي، فعل في المصدر اهي might be the owner of the car، عمر might be the owner of the car. طيب و I'm sure يجي وراها فاعل، لو الفاعل ده مفرد يبقى is، طيب لو الفاعل جمع يبقى ايه are. بعد كده عندنا adding informations، يعني إضافة المعلومات، هتقول لحد بالإضافة إلى ذلك، يعني furthermore أو علاوة على ذلك، furthermore يجي وراها الفاعل وبعده إيه فعل. ممكن تقول in addition to، in addition to تيجي في بداية الجملة بعدها اسم أو فعل مضافا لـ ing. طيب ممكن تقول in addition لوحدها من غير to، طيب in addition يجي وراها الفاعل وبعدين الفعل. هنشوف أمثلة على التلاتة. نشوف أولا سارة clean the flat، يعني سارة نظفت الشقة. furthermore علاوة على ذلك she did the shopping، يعني قامت بالتسوق. عندنا هنا in addition to بالإضافة إلى sweeping the floor، يبقى in addition to وراها اسم أو فعل مضافا لـ ing اللي هو gerund بيساوي الاسم، بالإضافة إلى تنظيف الأرضية مروة cooked the dinner، طبخت العشاء. عندنا مثال على in addition مروة swept the floor، دي الجملة الأولى. in addition أو علاوة على ذلك she cooked the dinner، يبقى in addition جت في بداية الجملة الثانية وجوه وراها فاعل وفعل، يعني جملة كاملة. طيب عند كده بعد كده عندنا emphasizing a point، يعني التأكيد على فكرة أو نقطة معينة. هتقول you must remember to، يجي وراها فعل في المصدر، يجب أن تتذكر أن. هتقول برضو you must remember that، هتحط وراها فاعل وفعل، يجب أن تتذكر أن. don't forget يعني لا تنسى، don't forget to لا تنسى أن، وراها فعل في المصدر. don't forget that يجي وراها فاعل وبعدين إيه فعل. نشوف كده أمثلة. you must remember to brush your teeth before you sleep، يجب أن تتذكر أنك تنظف أسنانك قبل النوم. you must remember that English is a very important language، يجب أن تتذكر أن الإنجليش very important، لغة مهمة جدا. don't forget to جوارها الفعل في المصدر lock the door، لا تنسى أن تغلق الباب. don't forget that لا تنسى أن learning is very important، أن التعليم مهم جدا. ننتقل بعد كده ل contrasting informations، يعني تناقض المعلومات. عندنا جملة الحدث مختلفة أو متناقضة مع الجملة التانية، وهنربط بينهم بأدوات ربط اسمها أدوات ربط بتربط بين الجملتين المتناقضتين في المعنى، زي however، زي although، زي but. يبقى الجملة اللي قبليها مختلفة في المعنى عن الجملة التانية، وبنربط بالأدوات دي بين الجملتين. نشوف مثلا however I enjoy watching football on TV، بستمتع بمشاهدة كرة القدم. عندنا الجملة الأولى جملة الحدث، حطينا بعدها however I never play it، على الرغم من أني لا ألعبه أبدا. يبقى الجملة الأولى متعارضة في المعنى مع التانية، وعشان كده ربطنا بhowever يعني على الرغم من. طيب although I enjoy watching football on TV I never play it، حطينا although وبعدين جملة الحدث الأولى كما وكملنا جملة الحدث الثانية. طيب I never play football but I enjoy watching it on TV، طيب حطينا الجملة الأولى كما وبعدين but والجملة الثانية بتاعت الحدث المتناقض. طيب عندنا بعد كده talking about problems، التحدث عن المشكلات. هتقول I'm afraid that، I'm afraid that يعني أخشى أن، يجي وراها فاعل وبعدين إيه فعل. طيب the trouble أو the problem is that، المشكلة هي كذا. I find it difficult to، أجد من الصعب أن. طيب نشوف مثال I'm afraid that I have a problem with my computer، I find it difficult to use my new tablet،
يعني ده للتعبير عن المشكلات. عندنا بعد كده asking about problems، يعني السؤال بتسأل شخص عن المشكلة او المسألة اللي بتزعجه، هتقوله what's the matter، what's the matter، what's wrong، ما الأمر، have you got any problems، هل لديك أي مشكلات، what's wrong، you look tired، ما الأمر، أنت تبدو متعب. ده للسؤال عن المشكلة. طيب بتعرض على حد مساعدة أو بتطلب منه أنك تساعده، offering help، asking about and offering help، هتقوله can I help you with your computer، let me see if I can help، you can use the internet. عندنا بعد كده inviting people، لدعوة الناس، هتقول would you like to، would you like to، وبعدين بعدها الفعل في المصدر والموضوع اللي انت بتتكلم عنه، would you like to go to the beach، هل تود الذهاب الى الشاطئ، I'd like to invite you to، بعدها الفعل في المصدر أو اسم، يعني ينفع حط بعدها فعل أو اسم، هنشوف كده. I'd like to invite you to come to my birthday party، أدعوك أن تأتي إلى حفل عيد ميلادي. طيب هنا وراها فعل في المصدر اللي هو come، ممكن استغنى عنه وأقول I'd like to invite you to my birthday party، أدعوك إلى حفل عيد ميلادي، يبقى I'd like to invite you، ممكن نحط وراها فعل في المصدر وممكن نحط وراها اسم. طيب عندنا accepting invitations، يعني قبول الدعوة، هتقول I'd love to. طيب ممكن تقول that sounds great أو it sounds great، طبعا great ممكن نستبدلها ب good، that sounds good، it sounds good. عندنا بعد كده refusing invitations، يعني لرفض الدعوة، عندك أعذار ومش هتقبل الدعوة، هتقول I'm sorry، أنا آسف، هتقول I'm afraid I can't، أخشى ألا أستطيع، هتقول I'd love to but I can't because، أود ولكن لا أستطيع لأن، هتذكر السبب بعدها. وكده أكون وصلت معاكم لمراجعة نقاط situations اللي بنستخدمها في حل المواقف في السؤال الثاني في الامتحان. With my best wishes، إلى اللقاء في الجزء الثاني إن شاء الله، جزء أمثلة. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا طلبة الصف الثالث الإعدادي، في الجزء ده من الفيديو هنستعرض بعض الأمثلة للسؤال الثاني في الورقة الامتحانية، سؤال situations. بيقولك في السؤال write what you would say in each of the following situations، يعني اكتب ما قد يمكنك أن تقوله في كل موقف من المواقف دي. عندنا أول موقف your mother asks you how you did on your English exams، express certainty، عبر عن تأكدك، هتقول لها I am sure I passed، أنا متأكد إن أنا اجتازت الامتحان. يبقى للسؤال عن your mother asks you هتقول لها express certainty، هتقول I am sure I passed. طيب الموقف الثاني you want to invite your friend to your sister's wedding، تدعوه لحفل زفاف أختك، هتقول له إيه would you like to come to my sister's wedding، هل تود أن تأتي لحفل زفاف أختي. طيب ممكن الموقف كمان بتاع a tourist asks you، السائح بيسألك where he can buy a map، أين يشتري خريطة. You know that the tourist information center gives maps for free، انت عارف ان الخرائط بتعطى مجانا في مركز معلومات السياح، هتقوله You can get a map at the tourist information center. عندنا الموقف الرابع صديق a friend says that Athens is bigger than London، صديقك بيقول ان اثينا اكبر من لندن. You don't think this is correct، انت لا تعتقد ان هذا صحيح، هتقول له I'm not sure that's right، لست متأكدا من ان هذا صحيح. عندنا الموقف اللي بعد كده a friend asks you for the best way to revise before the test، خلي بالنا ان السؤال ده بيتكرر كتير، الطريقة المثلى او افضل طريقة للمراجعة قبل الامتحانات، هتقول له you should revise the main points، يجب أن تراجع النقاط الرئيسية، خدنا حطينا you should بعدها الفعل في المصدر revise the main points. A friend asks you why you look worried، صديقك بيسألك لماذا تبدو قلقا. It's because you have a problem using the computer، انت عندك مشكلة الآن لأن عندك مشكلة في استخدام الكمبيوتر، هتقول له إيه I'm afraid that I have a problem using the computer، أنا أخشى أني عندي مشكلة في استخدام الكمبيوتر. الموقف اللي بعد كده although، بالرغم من، you lost the game
You congratulate your opponent. انت خسرت اللعبة، بالرغم من ذلك انت بتهنئ المنافس، هتقول له ايه؟ well done. اخر الموقف اللي بعد كده، a friend asks you to go to the cinema this Saturday. بيسألك الذهاب معه للسينما، و you would like to go، يعني انت عندك رغبة للذهاب، هتقول له I'd love to. اخر موقف معانا، you want a friend to go with you to the beach this Monday. عايزه يذهب معك الى الشاطئ يوم الاثنين القادم، هتقول له ايه؟ Would you like to go to the beach on Monday؟ هل تود الذهاب للشاطئ يوم الاثنين؟ وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية مراجعة سؤال situations. اتمنى لكم التوفيق والنجاح والتفوق دائما ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.